ينفع حد يكذب او يضرب حد من غير ما يعمل له حاجه؟ لا طبعا، علشان الكذاب يروح النار. يلا عشان احكي لكم حدوته. بس 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 انت هتحكي لهم الحدوته؟ ما تخليهم هم يشوفوهم بنفسهم. تعالوا معانا. الله، جنينة حلوة قوي. تعالى يا ولاد، ايه رأيك في الجنينة ديت؟ الله، جنينة حلوة قوي. اللي قول لي يا مدحت، اما فين دانا ويوسف؟ دانا ويوسف، دانا ويوسف، ليهم يلعبوا في الجنينة او بيقطعوا الزرع. جنينة حلوة قوي. تعالى بقى العبوا سكن الوقت، وقطعوا وقطعوا ويبيعوا في الارض. وانا بقى يا سلام لو لقيت حد ماشي هقوم مديله بلبلية ضخ. وها يا يا بس بس بس، انت تقطع زرع وهو يضرب الناس؟ عيب كده يا ولاد. مش كفايه كلمت بتاع الباص وكمان جهزت ورق الرحله، عاوزاني كمان اطبخ. او انت شغلتك ايه هنا؟ بصي انا مش فاضيه. الاول يا يوسف، عملت ايه امبارح؟ امبارح كان حته يوم، فتحت الحنفيه نزل نقطتين ميه وبعدين نزل الحرام. يا كذاب يا كذاب، الحرام ينزل من الحنفيه؟ انت مالك انت يا بنت كده؟ طيب انا بقى هقول للميس. عارفه لو قلت للميس هقوم جايب الطوبه ورزعها في وشك وهجيب النبلة وطاق. ماشي كده يا ميس. يا ميس في ايه يا دنا؟ في ايه يا ولاد؟ الواد ده كذاب قوي، بيقول ان بقى في حرام ينزل من الحنفية. احنا مش قلنا يا ولاد ان الكذاب بيروح النار؟ والنار دي فين؟ النار دي عند ربنا. طب انا يعني بحب اضرب الناس اعمل ايه؟ ما ينفعش نضرب حد من غير ما يكون عمل لنا حاجة، عشان ربنا يحبك وتروح الجنة. والجنة بقى دي فيها كل حاجة؟ الجنة دي فيها لعب وشوكولاتة وكل حاجة. طب انا يعني بقى بطل اضرب الناس عشان اخد كل حاجة، واللي يجي جنبي اضربه برضه مفيش فايدة؟ انا بطل اكذب واقطع الزرع والورد عشان اكل الشوكولاته والعب باللعب. برافو عليك يا ولاد، يلا بينا بقى عشان نلحق الباص. الحق الحق.